في ناس تانية كمان ابتدت للأسف، وده بقى حاجة احنا انا دفعت ثمنها بس مضطر يعني. إن حتى لو انا بشجع نادي، الاجواء اللي خلت الـ البضاعة الرائجة هي البضاعة بتاعت اللي هو انا اهلاوي فخلي جمهور الاهلي يشيلني، او انا زملكاوي فخلي جمهور الزمالك يشيلني، دي للأسف خلت الناس بقت اوتوماتيكلي لو شايفة واحد اهلاوي وهم زملكاوية بيبقوا حاسين ان ده زي كأنه احنا كأننا في ماتش كورة على فيسبوك، فاهم؟ فنقلنا بقينا كل يوم عندنا ماتش كوره على السوشيال ميديا، من كتر ما احنا مش لاقيين كوره كويسه احيانا في الماتشات بقينا بنعمل ايه؟ ماتشات وهميه. نتخانق في صفقه، أيوة. نتخانق في على قرار، نتخانق على ماتش خلص نقعد 3 4 ايام نتكلم فيه، خناقات وهميه داخليه. فقلبنا الماتشات لماتشات على السوشيال ميديا. فانت بقيت لو انت بقيت اهلاوي خسرت كل الزمالك، لو انت زملكاوي خسرت كل، برغم ان في الحقيقه يعني نجوم الكورة كلهم المفروض بره مثلا في اوروبا، انت عارف ده بيشجع مين وده بيشجع مين، عادي. بس عادي لانه في الاول وفي الاخر ما هو طبيعي ان هو كبني ادم هو ليه النادي اللي بيشجعه، أيوة. والكورة اللي بيحبها، أيوة. لان هو ده الطبيعي، ده اللي دخله المجال لان ده مجال في الاصل مرتبط بحب وشغف واستمتاع وشغفك، صح بالظبط. فانا ما ينفعش ابقى مثلا شغوف بالغنى وانا ما بحبش اسمع الغنى، مش منطقي. اكيد عندي مطربين مفضلين، بس في نفس الوقت انتوا علمتونا ان لو انا قلت انا بشجع مين هتكرهني، ايوه. فخلاص يا سيدي مش هقولك.